نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم، نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم، العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم، ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال وعلم، ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم، ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم، بالعلم فهيا نتعلم، نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم، نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم، العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم، ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال وعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مشاهدي الكرام، ونحن هنا اليوم وكل يوم لنتعلم، وهذه ساعة جديدة من ساعات هذه الحملة من حملات شبكة المجد الفضائية بعنوان نتعلم، أبدأها بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم هنا لنتعلم إلكترونيا، لأن التعليم الإلكتروني هو المستقبل، لا بل هو الحاضر، ولأن التعليم الإلكتروني يأخذك إلى أماكن لا يمكن للتعليم التقليدي أن يأخذك إليها، ويأتيك بعلوم لا يمكن للتعليم التقليدي أن يأتيك بها. لكن التعليم الإلكتروني المليء بالفرص والإمكانات مليء كذلك بالمشكلات والتحديات. عن هذه وتلك يشرفني أن أستضيف باقة من نخب الضيوف المهتمين بهذا المجال، على رأسهم ضيفي هنا في الاستوديو مدير مشروع التعليم الإلكتروني بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع المهندس خضر العبسي. حياك الله مهندس. حياك الله وفرصة سعيدة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة الفرصة إلي، وإن شاء الله اليوم بنقدم شيء مفيد لمشاهدين قناة المجد إن شاء الله، ويكون له أثر إن شاء الله في المجتمع إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. اليوم الحلقة مباشرة، وكذلك يعني نستفيد من أسلوب التعلم والتعليم الإلكتروني من خلال التفاعل المباشر مع جمهورنا، ومن أساليب الحديثة هي الهاشتاج. ما أعرف هل هيدخل الهاشتاج معنا في المدارس والتعليم لاحقا أو لا، لأنه ما أشوف له أثر حاليا، لذلك أنا اسمح لي أن أهيب بمشاهدي الكرام وأدعوهم للمشاركة معنا في إثراء هذه الساعة من خلال الوسم والهاشتاج الخاص بها المجد للعلم. المجد للعلم، أي مشاركة، أي سؤال، أي إثراء لهذه الحلقة مع ضيفي الكريم المهندس خضر العبسي أسعد بها وأستقبلها على هذا الوسم. بداية، التعليم الإلكتروني يعني كلمة يمكن نسمعها، لكن خلينا كذا نبسطها شوي. إيش هو التعليم الإلكتروني؟ وإيش هو الفرق بينه وبين التعليم عن بعد؟ وإيش هو الفرق بينه وبين التعليم الرقمي والتعليم المفتوح؟ هل هي كلها حاجة واحدة ولا نتحدث عن أشياء مختلفة؟ نعم، نحاول إحنا قدر الإمكان نستخدم عبارات بسيطة يكون يعني وطئها على مسامع المشاهدين إن شاء الله خفيف ولطيف، بحيث أنه يشاركنا ويتفاعل معنا إن شاء الله. التعليم الإلكتروني باختصار هو استخدام التقنية في التعليم والتدريب. جميل. التقنية بحد ذاتها هي الأدوات، هي التطبيقات، هي الأنظمة اللي متوفرة عبر منفذيها وعبر مطورينها وإلى آخرهم. الاستخدام هو دور المستفيد ودور المنشأة في تفعيل التقنية وفي تفعيل الأدواتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، سواء كان المستفيد معلم، كان المستفيد طالب، كان المستفيد متدرب. لكن سألت سؤال جميل، أنه ما الفرق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح؟ أنا دائما أرى أنه المظلة الأكبر التي تشملهم جميعا هي التعليم الإلكتروني. فالتعليم الإلكتروني يشمل التعليم المدمج، يشمل التعليم المفتوح، يشمل التعليم عن بعد، فكلها تندرج تحت مفهوم واحد وهو التعليم الإلكتروني. لكن لو جينا نتكلم عن التعليم عن بعد باعتمادا على تطبيق المنشأة لنوع التعليم الإلكتروني المطبق عندها،
تبدأ من هنا المسميات تظهر. فالتعليم المفتوح الآن مثال على ذلك المنصات الموجودة الآن. أيوة. هي تعليم مفتوح. قادر أنا كشخص أي فرد في المجتمع أنه يتواصل مع المنصات التعليم الموجودة الآن عفوا ويتواصل للمادة العلمية الموجودة. التعليم عن بعد في العادة يرتبط بشكل كبير في المؤسسات التعليمية التي تقدم شهادات تعليمية بتعليم عن بعد بدون ما يكون في أي التقاء خلينا نسميها بشري بين المعلم والطالب. أمثلة كثيرة موجودة على النطاق العالمي. عندنا محاولات جدا جميلة في المملكة كالجامعة الإلكترونية اللي بتحاول قدر الإمكان تطبق التعليم عن بعد ولو أنه كان في البدايات لأنه لابد من وجود الشخص، لكن موجود عندنا مثال على ذلك. فعلا مصطلح اسمه التعليم المدمج وهو المطبق حاليا في المملكة، وهو الدمج بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي اللي موجود حاليا في الجامعات، بحيث يكون دور المعلم أو خلينا نسميه دور الدكتور إذا سميناه في الجامعة يكون دوره مغاير للدور التقليدي، ما يقدم المادة العلمية بالطريقة التقليدية لكن يستفيد من أدوات التعليم الإلكتروني بحيث يثري المادة التعليمية المقدمة عبر التعليم الإلكتروني بشكل جديد وبشكل متطور. لكن ما اختلفت المسميات، نحن تحت مظلة واحدة وهي التعليم الإلكتروني. جميل. إذن يعني التعليم الإلكتروني هو المفهوم الكبير والمفهوم. اللي تحته ممكن تلقى واحد ماسك التعليم عن بعد، واحد ماسك التعليم الرقمي، واحد ماسك. هل يمكن أن نقول مثلا اللي إحنا قاعدين نقوم فيه بشكل يومي من مشاهدة مقاطع يوتيوب، مشاهدة مقاطع واتساب تجينا سواء لمهارات في الصحة ونتعلم كيف نكون أكثر صحة، مهارات رياضية، علوم دينية، هل هذا يعتبر تعليم إلكتروني ولا التعليم يختلف عن كل هذا؟ سؤال جميل جدا. احنا قلنا في البداية التعليم الإلكتروني هو أدوات تقنية في التعليم والتدريب. تمام. سواء كان التعليم والتدريب في النهاية هي مادة علمية تقدم للمستفيد. يا سلام. فكل الأمثلة اللي ذكرتها سواء تطبيق عبر الأجهزة الذكية، سواء تطبيق عبر منصة عبر الحاسب الآلي، كلها تدخل ضمن بوتقة التعليم الإلكتروني. لكن يختلف مبدأ التطبيق ومفهومه من البساطة إلى التعقيد. فإحنا اليوم لما نتكلم عن طفلنا، الطفل الصغير موجود في البيت اللي عمره سنتين وعمره 5 سنين وعمره 10 سنين، الآن لاحظ الإقبال بجوز الجهاز التقني أو الجهاز الذكي بشد انتباهه أكثر من الأب والأم. طبعاً. فبتلاحظ أنه هو بيلعب في مجموعة من الألعاب والتطبيقات الموجودة. هذا بحد ذات تعليم. حتى إحنا حريصين أنه ننزل تطبيقات معينة على الأجهزة الذكية لأطفالنا مشان يتعلموا. يعني حتى لو كانت ألعاب، حتى لو كانت مقاطع يوتيوب ممكن. أيوة. تكون أناشيد، هل هذه تعتبر نوع من التعليم ولا أنت تقصد اللي منضوية تحت مظلة تعليمية؟ لا، التعليم الإلكتروني مفهوم مفتوح. أي محتوى علمي هادف يقدم للمستفيد يدخل ضمن، لاحظ احنا نحط خطين تحت المحتوى. أيوة. ضمن أداة تقنية تقدم باستخدام التقنية، فبالتالي يسمى أو يندرج تحت مفهوم التعليم الإلكتروني. فما دام في عندي تقنية وفي عندي محتوى وفي عندي مستفيد وفي عندي مقدم، يا سلام، فبالتالي أنا جمعت الأركان الأربعة لمفهوم التعليم الإلكتروني اللي احنا دائما نحكيها: الطالب والمعلم والمحتوى. فالجهاز أو التطبيق يعتبر المعلم، الطالب هو المستفيد، والمحتوى هو ما يؤلف داخل هذا التطبيق، فهو جزء من المنظومة. يظهر احنا أمام بستان لا متناهي من الجمال والخضرة والأنهار الجارية بالعلوم وكذا، لكن دعني يعني في البداية أكون في الجزء الخاص في البستان من المدرسة النظامية. يعني الناس عادة تبدأ بالحلم، تبدأ بالخطوات ثم تنتهي إلى الحلم، لكن أنا خليني أبدأ بالحلم معليش. يعني أنت كإنسان متخصص جدا ومشروعك في الحياة هو التعليم الإلكتروني، كيف ترى النموذج الحلم للتعليم الإلكتروني في مدارسنا تحديدا؟ هل هذا المشروع موجود حاليا في واحدة من الدول حول العالم، أم أنه يعني حوارات كثيرة ولقاءات كثيرة وإحنا نتكلم عن شيء بعيد المنال؟ طيب أنا راح أبدأ من حيث ما انتهيت من التجارب العالمية. طيب. وقصص النجاح الموجود، ولعل التجربة الفنلندية والتجربة السنغافورية هي من أشهر التجارب الموجودة على العالم في إدخال التقنية في التعليم أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني. يعني فنلندا في أوروبا وسنغافورة في آسيا. في آسيا يعني لهم تجارب جدا مشهورة وفي دراسات عن هذا الموضوع، بإمكان أي شخص يطلع عليها
بكل بساطة. وحتى في ترجمات يعني لبعض الزملاء الأفاضل ترجمينها باللغة العربية فممكننا نستفيد منها ونقرأ عنها. إيش يسوون الناس في مدارس فنلندا الآن؟ بفنلندا سعوا جاهدين من 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 فترة سابقة إنه يدمجوا التقنية بحيث إنها تكون مسهلة للطالب. الآن في جزء لا بأس فيه من المدارس الفنلندية يقدم تعليم عبر التعليم الإلكتروني. No schools, no buildings, no traffic بسموها يعني no transportation, ما في مواصلات. يعني ما في مدارس ولا في بنايات كل شيء ولا في مواصلات, كل شيء إلكتروني يعني الآن. شلون يعني الطالب ما يروح المدرسة؟ الطالب في بيته والمدرسة إلكترونية, المعلم في بيته إلكترونية موجود, يتواصلوا مع بعض, الاختبارات, الواجبات, المادة العلمية, حتى اللقاءات بتكون عبر أدوات التعليم الإلكتروني. وهذا الآن يعني موجود في فنلندا فعليا ولا هذا خطة عندهم؟ نعم, هذه خطة عندهم ولا موجود فعليا؟ الآن هي مطبقة. الخطة كانت في البداية دمج التقنية في التعليم ونجحوا فيها وانتقلوا إلى مرحلة أخرى الآن لإنشاء ما يسمى بالمدارس الافتراضية الفيرتوال سكولز. يعني الآن هم تخطوا مرحلة التعليم الإلكتروني اللي احنا قاعدين نسعى نحاول ان احنا نطبقها إلى ثم بعد ذلك وصلوا الى مرحلة ان الطلاب في بيوتهم يتلقون تعليما كامل الأركان عبر أدوات التعليم الإلكتروني بما يسمى الفيرتوال سكولز او المدارس الافتراضية. اجل لازم نسرع بهذه العملية حتى طلابنا يقعدوا في بيوتهم ويتعلموا في بيوتهم. لكن هذا النموذج انا شخصيا اشوفه نموذج مخيف. يعني الطالب يستمتع بذهابه إلى المدرسة, يستمتع بتكوين علاقات في المدرسة. المدرسة ليست مجرد كتاب وحصة دراسية ومعلومة, المدرسة هي حياة. طبعا أتكلم عن الطالب بشكل عام. هذه المتعة وهذه الحياة نزعت منه وجلس في البيت. صحيح. طيب هذا المفهوم اللي أي متلقي ممكن يفهم الكلام اللي أنا قلته بهاي الناحية. طيب. لكن إحنا بنعرف في المدرسة في أنشطة منهجية وأنشطة لا منهجية. أيوة. أصبحت المدرسة هي للأنشطة اللامنهجية للأكتيفيتيز لتو إمبروف يور سيلف, يعني تنمي مهاراتك العامة الأخرى اللي هي بعيدة عن التعليم, مهارات الإلقاء, مهارات الاتصال, كوميونيكيشن سكيلز احنا بنسميها, أو باختصار اللي هي مهارات السوفت سكيلز, الأدوات الرئيسية. فالمدرسة أصبحت أو مكان تجمع الطالب, وليس ما بدنا نقول مدرسة لكن مكان تجمع الطالب. أيوة. خلال فترة الأسبوع هي للأنشطة اللامنهجية في توعية الطالب لأمور أخرى, في تقوية مهارات وفي مجالات أخرى بعيدا عن يروح التعليم. يوميا ولا أيام الآن التجارب موجودة في بعض المدارس. أيوة. حاطة زي جدول سكيدجول جدول معين يذهب فيه الطالب إلى المدرسة في أوقات معينة للمشاركة الاجتماعية خلينا نسميها, لأخذ الدورات أو خلينا نحكي لتطوير مهاراته الأخرى غير المهارات التعليمية اللي يتلقاها في المدرسة التقليدية. فدور المدرسة موجود لكن اختلف الآن إلى شيء في تنمية الذات. يعني هذا فيه عكس تام للصورة الموجودة حاليا. صارت المدرسة الآن هي المكان الترفيه, هي مكان المهارات, هو مكان الأنشطة, والبيت والتعليم الإلكتروني. نعم. هو مكان الحصص والفصول والدراسة والواجبات. نعم. إن كان هناك واجبات. نعم, نعم صحيح. أوه. وهذا وجوز الإخوان المتخصصين في التعليم الإلكتروني في مفهوم الصف المقلوب. في مفهوم في التعليم الإلكتروني اسمه الصف المقلوب, إنه الطالب يتعلم ويدرس في بيته ويأتي إلى المدرسة فقط للنقاش مع المعلم فقط من دون ما يتقدم له أي مادة علمية. وهذا مفهوم يعني متطور جدا ونتمنى أنه يعني ينتشر عندنا هنا ويطبق بشكل جيد. يعني إحنا واحدة من أهدافنا أن نصل إلى قلب الصفوف, نموذج الصف المقلوب. نعم. التعليم يكون في البيت والمتعة والترفيه والتنمية المهارات في المدرسة. أقول لك صحة تسميتها مدرسة الحين. أقول لك شغلي, يعني التعليم الإلكتروني هو فرصة أمام الطالب أنه يطلع على مصادر مختلفة للوصول للمعلومة. وهي فرصة بتتيح التعليم الإلكتروني غير موجود في التعليم التقليدي. غير هيك المتعة بحد ذاتها في التعليم الإلكتروني موجودة ربما من خلال إطلاع أو إطلاع الطالب على أكثر من طريقة للمادة العلمية, من خلال تفاعله مع المادة العلمية. في الوقت اللي توجد فيه هذه المتعة نتأكد تماماً أنه الطالب راح يتفاعل ويكون أكبر المتفاعلين. الآن إحنا بنتكلم عن جيل يختلف عن الأجيال القادمة. الآن معظم الجيل الأجيال الماضية أجيال الماضية الأجيال القادمة بعد. لا الجيل الآن والجيل القادم يختلف كلياً عن الجيل الماضي. الآن الأجيال الآن الطفل اللي عمره 2 أو 3 يمسك سمارت فون. طبعاً. فبالتالي هو من الصغر الآن يتعود على التقنية, من الصغر ممارس لمفهوم التقنية
هل أنا قادر بعد 10 سنين هذا الطفل الآن أجاريه؟ طبعا إذا ما كنت مواكب للتقنية وما كنت قادر إن أنا أواكب تطور السريع فأنا يعني راح أفشل في إيصال المعلومة الصحيحة إليه إن شاء الله. على أجل هذا أنا سأسألك لاحقا كيف إن إحنا ممكن نعطي للطالب مثل هذه الأساليب المتقدمة جدا، ها، وهو يعرف أكثر منا تقنيا ورقميا ويعيش في هذا العالم أكثر منا. هذه يعني معادلة صعبة، قد يعني أسألك عنها لاحقا، لكن خليني يعني أسألك عن مقولة باللغة الإنجليزية، يعني أترجمها بالعربي، اللي هي أن احنا نحتاج، هذا أحد الباحثين التربويين يقول أن احنا نحتاج أن نأتي بالتعليم للناس وليس أن نأتي بالناس ليتعلموا أو للتعليم. هذه ربما هي قلب الصفوف حاليا، في حين أنه عندنا في أثارنا روي عن الإمام مالك رحمه الله يقول دخلت على هارون الرشيد فقال لي يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. قال عز الله أمير المؤمنين إن العلم منكم خرج، فإن أعززتموه عز وإن ذللتموه ذل، والعلم، وهنا مربط الفرس عندي، والعلم يؤتى ولا يأتي، فقال صدقت، أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. ما بين هذول النموذجين، النموذج الجميل اللي يبدو أنه يعني ملهم وممتع لنا اللي تفضلت فيه، ونموذج أن احنا لازم نتعب حتى نصل إلى العلم احتراما للعلم، هل هما متضادان؟ شوف أنا أنظر لك إياها بمنظور التعليم الإلكتروني، لأنه الناس دائما يعني في عندها لبس في هذا الموضوع. احنا دائما نعتقد انه العلم يجب ان يؤتى ويجب ان تسعى للعلم، لكن اللي يحدث الان والتقنيه الان هي مسهل وميسر، احنا نسميه فاسيليتيتر، يعني ميسر للوصول للمعلومه. انا في السابق كنت انا اذهب للمكتبه التقليديه ابحث عن مجموعه كتب واسال امين المكتبه، الان التقنيه ساعدتني انه في ثواني اجد رف الكتاب وأجد مكان الكتاب. الآن التقنية تطورت، التقنية يعني صار فيها تقدم كبير بحيث أن أنا ممكن أحصل على المعلومة من أكثر من مصدر. فبالتالي أنا ما زلت أبحث وآتي العلم، لكن في نفس الوقت صرت أوفر أدوات تسهل علي الوصول لهذا العلم وتسرع طبعا. وعلى طار التسريع اسمح لي أن أستقبل أولى مداخلاتنا في هذا اللقاء مع الدكتور يوسف با فليح، وهو خبير التعليم السريع وتطوير المهارات. مرحبا بك الدكتور يوسف. أهلا، حياكم الله، الله يبارك فيك. احنا طبعا لعلك استمعت إلى جزء من حوارنا، احنا نتحدث عن التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني يعني بستان لا أسوار له أبدا، لكن لو احنا أخذنا من خبرتك في التعليم السريع، ايش علاقة التعليم السريع بالتعليم الإلكتروني، وهل الذي يأتي سريعا يذهب سريعا؟ وليت تخفض صوت التلفاز لو سمعت. طبعا وسمعت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع طبعا التعليم الإلكتروني أو التعلم السريع، هناك فرق. التعلم هنا نحن نقصد به كمهارة، التعليم هي عملية الإلقاء أو عملية الإلسان استقبال أو تعليم، هي عملية اتصال واستقبال. أما موضوع التعلم السريع فهي موضوع حقيقة مهارة، يعني كيف الإنسان يستطيع أنه يقرأ بسرعة ويستوعب، كيف الإنسان يستطيع أنه يقرأ يعني يختل بسرعة ويكتب بسرعة، كيف الإنسان يحاول أنه يعني يحقق تقدم في الدورة الذهنية كما يسموها المنتال مودلز، اللي هي الدورة الذهنية حقها. فحقيقة هذا علم آخر عن موضوع التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني اليوم تتكلم عن وسيلة حديثة، وسيلة حقيقة تستطيع أنت من خلالها أنك تخش على يعني زي ما يقولوا وحش أو غول من المعلومات ومن البيانات وكم هائل من المكتبات العالمية. هذا التعلم الإلكتروني تستطيع أنك تستقطب معلمين، تدخل عن طريق أو تستطيع أنك أنت تشارك في فصول دراسية وفي صمت
وفي منتديات عالمية بواسطة التعليم الإلكتروني. اليوم حقيقة التعليم الإلكتروني أنا أتكلم بالذات في الغرب طبعا، العالم العربي يمكن الآن معتمد على اليوتيوب وعلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الفيسبوك أكثر وعلى البريد الإلكتروني وعلى لا 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 يعني عندنا منصات ما شاء الله الآن عربية هي جيدة وممتازة، لكن أنا أقول إلى الآن يعني لا ترقى إلى 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 زي ما يقولوا إلى يعني اليوم أنت الغربيين تجد نفسك أنت الآن في محاضرة في الجامعة موجودة، أنت تشارك الطلاب الموجودين وفي المعامل موجود أنت يعني تشاركهم مشاركة فعلية في وسط المعمل. وطبعا احنا يعني لا نقلل ذلك، انه حقيقه في ايضا تقدم في العالم العربي، نتكلم عن العالم، لكن حقيقه اليوم التعلم السريع الفرق ما بين طبعا لما نتكلم عن كلمه سريع انك انت لا يعني ذلك انك انت تقطع مراحل واشواط من التعلم في فتره يعني فتره سريعه جدا، ولكن ما هو اسرع من التعلم التقليدي وهو التعلم انك انت تذهب الى جامعه او الى مدرسه او الى مواطن التلقي وتستطيع انك انت، هذا لا يعني ذلك في موضوع التعلم السريع، انما يعني حقيقه موضوع المهاره نفسها. اليوم انت ايضا من يعني مهارات التعلم السريع استخدام الادوات التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد والاخر. حقيقه انا يعني الموضوع هذا اليوم فتح آفاق كبيرة أمام المتلقي أو المتعلم أو الطالب أو أي سميه ما شئت، بأنه هو يعني يحصل على التعلم هذا في أي وقت يشاء، وفي يعني وأثره حقيقة فعال، لكن لا يمكن مقارنته يعني في كل الأحوال في موضوع التعلم بالتلقي، وأنك أنت تكون أمام المعلم الحقيقي الا في يعني في نتكلم عن العالم العربي، الا في حالات انك انت فعلا اذا استطعنا ان احنا منظومه التعليم الالكتروني يعني حصل فيها تقدم يعني بشكل كبير، وحصل فيها يعني اتكلم على موضوع الانتراكشن والتفاعل، يمكن الجامعات التقليديه والجامعات الانسان يحضرها جسديا هذه فيها تفاعل اكبر، ولا يعني التعليم الالكتروني اليوم في العالم العربي ما في تفاعل، لكن حقيقه نحن نحتاج ايضا يعني جهود، بالذات انا اتكلم في القطاع التعليم العلمي والتعليم اللي فيه المعامل، ولا يعني التعليم الادبي العلوم الادبيه والعلميه كما يسموها الاجتماعيه، اللي هي يعني اللي فيها تطرح الماده فيها كماده يعني موضوعيه وتعبيريه وانشائيه اكثر، هذه ما فيها يعني ان شاء الله اشكاليات. لكن راح اتحدث اليوم انت تريد ان تعلم طالب مثلا كيف يصمم مثلا شيبس الكتروني او الاخر. دكتور يوسف اسمح لي يعني ابغاك تجاوبني بشكل محدد وسريع لو سمحت، عن بحكمك طبعا خبير التعلم السريع، عن الان اصبحت المهارات التي تتلقى من وسائل التعلم الإلكتروني تتلقى بشكل سريع، بمعنى ما في تداول، ما في واجبات تحل، ما في ذهاب إلى ما في صعوبة في تلقي المعلومة، ما في تخمير للمعلومة بداخلنا. فأرجع أقول لك، هل هذه المعلومات التي تأتي سريعا وكثيرا هي بالضرورة كذلك تذهب سريعا؟ لأنه هذه قد تكون واحدة من إشكالات التعلم الإلكتروني وتحدياته. هو شوف هذا سؤالك جزاك الله خير، يعني سؤال جدا مهم، لكن نحن يقودنا اليوم هل نحن نريد ان نتحول الى يعني الى ذاكره؟ هل نريد من ابنائنا او من المتعلمين انه فقط يخزنوا المعلومات هذه، أيوة، او يستفيدوا منها ويعيدوا زي ما يقولوا يعيدوا انتاج المعلومه هذه بشكل جديد؟ هنا السؤال. ايوه، فمكون انه نحن مثلا نتلقى المعلومه وتظل فقط نصبح زي الهارد ديسك، يعني كل مره نزود المعلومات تكون زياده عندنا، هذا ليس الهدف حقيقة الآن في العالم الإلكتروني. يمكن هذا اللي يميز التعليم الإلكتروني، إنك أنت كيف تستطيع أن توظف المعلومة وتستفيد منها في بيئتك. يعني اليوم راح زمن إنك أنت فقط تحصل على شهادة والآخر شهادة، اليوم كيف نحن نستطيع باستخدام وسائل التعلم، وهذا الآن اللي بناقشوه في المنتديات العالمية، إنه كيف يستطيع الإنسان أن يوظف هذا التعليم الالكتروني ويستفيد بالماتيريال المتاحه في يعني في بيئته، او المواد المتاحه في بيئته سواء كانت مواد معنويه او مواد يعني 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 مواد طبيعيه او الاخر. هنا حقيقه الفكره،
أما فيما يتعلق بالسؤال حق حضرتك، أنت بتقول يعني اليوم هل فعلا قطع؟ نعم قطع، لا شك أنه قطع. اليوم أنت جالس تسمع، لكن ليس هنا الهدف. يعني الحقيقة أنا يعني أود أنه يعني هذه المعلومة يعني تكون يعني أخوة الأخ طبعا محور كبير، لكن نحن الآن نتحدث فيه أنه هل الآن فقط نحن نبقى نأخذ المعلومة ونضعها فقط؟ لا، الهدف من اكتساب المعرفة واكتساب المعلومة الجديدة هو أنك كيفية إعادة إنتاج هذه المعلومة وتوظيفها في البيئة التي يعيش فيها الإنسان وعبر الإمكانيات المتاحة له في هذه البيئة. الدكتور يوسف بافليح، خبير التعلم السريع وتطوير المهارات، شكرا جزيلا لهذه الإطلالة السريعة. احنا قبل الفاصل تبغى تعلق شيء على كلام الدكتور؟ لا، انا عندي إضافة بسيطة على كلام الدكتور أثنى عليه، اللي هي ما في عندنا إشكالية في التقنية، دائما الإشكالية موجودة في توظيف التقنية بما يتناسب مع الاحتياج. فهو التعليم الإلكتروني نسب نجاحه ليس في توفر التقنية، التقنية متوفرة، التقنية موجودة ومتطورة جدا، لكن قدرتنا على تفعيل هذه التقنية، قدرتنا على استخدامها بالشكل اللي يتناسب مع احتياجنا، هنا اللي يشكل نسبة نجاح 70-80% من منظومة التعليم الإلكتروني اللي هي قلناها احنا التقنية والاستخدام. لذلك توفر التقنية ممكن يكون موجود، لكن كيف انا اقدمها، كيف استخدمها بما يتناسب مع الموجود. لكن الان سألت سؤال الدكتور انه هل كم المواد المتسارعة هذه والسريع والكثير ممكن يذهب سريعا؟ غرقنا في المعلومات، صار عندنا معلومات كثيرة جدا جدا جدا، هل هذه مضرة بعقلنا البشري الطبيعي؟ يا سلام، هذا بحد ذاته ميزة من ميزات أنا بعتبرها من ميزات التعليم الإلكتروني كمان، إنه المادة العلمية ستبقى موجودة يعني إلى أكبر فترة ممكن، ومشان هيك نحن نقول في أي زمان ومكان. فبالتالي كم المعلومات الكبير حتى لو ذهب سريعا بإمكان المتلقي أن يعود لها بأي وقت كان ويسترجعها. فبالتالي كم المعلومات الكبير ممكن في لحظة معينة يكون غير مفيد، لكن مع مرور الوقت رح يشعر الطالب أنه هاي المعلومة موجودة، فوصولي إلها أصبح أسهل من السابق، من أني أنا أرجع أبحث عن هاي المعلومة من جديد. عشان هيك إحنا ولا أكمل لها النقطة بس، المفهوم الجديد لأنظمة التعليم الإلكتروني شيء بسموه الوان سايز فور مي، يعني منظومة كاملة تتناسب معي أنا كمتلقي، وهذا يسعولهم دائما أنه كل متلقي يكون قادر على بناء شخصيته في النظام التعليم الإلكتروني بما يتناسب مع احتياجاته. يا سلام، احنا نتكلم عن كمية المعلومات اللي احنا نخزنها ونستدعيها في الوقت المناسب. كمية المعلومات اللي أعطيتني إياها في هذه الدقائق كثيرة جدا، وخاف أنسى واحدة من المعلومات المهمة جدا. أنت أعطيتني نموذج القصة الفنلندية في التعليم الإلكتروني، هل نموذج القصة السنغافورية مثلها ولا مغاير؟ هي السنغافورية هي بنفس النهج، يسعون دائما إلى التطبيق، وفعلا تجارب كثيرة، وليس هذه التجارب يعني التجارب الكورية التجارب الأمريكية، لكن قدرتهم على تطبيق التعليم الإلكتروني في التعليم العام والتعليم الجامعي كانوا متقدمين جدا في استخدام التقنية بالشكل المناسب في هذا الموضوع. لكن هم الآن إيش النموذج معليش المختلف، يعني إيش يسوون في فصول سنغافورة وطلابها التواصل الزمني الموجود في عنا في التعليم الإلكتروني؟ عنا مفهومين اللي هو المتزامن والغير متزامن. المفهوم المتزامن أن ألتقي مع المعلم في زي خلينا نسميها فيديو أو زي الشات، الفيديو شاتنج. الآن بنحكي إحنا الفيس تايم، نحكي مع شخص بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر. الغير متزامن اللي هو ان انا اطلب من الطالب واجبات، اطلب من الطالب انشطه يحلها في الوقت اللي يرى الطالب مناسب في فتره زمنيه معينه، يعني ما في لقاء مباشر. يعني هذا مسجل وهذا مباشر تقريبا، وهذا مسجل وهذا مباشر طبعا. الادوات تختلف هنا وهنا. فتوظيف هاي الادوات في التجربه السنغافوريه يعني متقدم جدا. بس بيروحوا مدارس برضو ولا ما بيروحوا؟ طبعا مدارس. المدارس موجوده، لكن ما أخذ توظيف التقنية بشكل أكبر. الكل يسعى حتى هنا في المملكة إن شاء الله، يعني رؤية 2030 والتحول الوطني 2020 في ثلاث محاور استراتيجية في هذا الموضوع، هي تطوير بيئة التعليم بما يعزز الإبداع والابتكار، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى بيئة متكاملة، بيئة تقنية، بيئة كذا، وتطوير المناهج وأساليب التعليم وطرق أساليب التعليم والتقييم. هذا بحد ذاته يعني مؤشر نحو التحول الرقمي في مجال التعليم. طيب، بما أنك أنت أخذتنا جبتنا الآن بعد ما ذهبنا إلى فنلندا ثم إلى سنغافورة،
جبت نموذج المملكة العربية السعودية قبل 2030، لأن 2030 أظن كل اللي يسمعونا الآن يمكن ما هيلحقوا المدارس في 2030. هل في فرصة لمن يسمعنا الآن من معلمين وطلاب أنهم يلحقوا شيء من التغيير؟ وأنت يعني مدير مشروع التعليم الإلكتروني، يعني قريب من عملية التحول الإلكتروني فيما يتعلق بالتعليم النظامي، هل في مثلا وعود معينة قريبة الأجل يعني من المسؤول الحالي؟ يعني أنا أستشهد بكلام معالي الدكتور وزير التعليم والمنظومة التعليمية أنه في عام 2020 سنستغني عن الكتاب. 2020 سنة، يعني بعد سنتين الكتاب. بعد سنتين ثلاث تقريبا. الآن الوزارة تخطو خطوات جدا جبارة في هذا الموضوع. يفترض الآن في تجربة للوزارة مع مجموعة معينة من المدارس. وأنا يعني التجربة هاي بحد ذاتها أنا معجب فيها في تحقيق إيش بنسميه الكويك وينز، نجاحات سريعة حتى تنعكس على الآخرين والكل يشعر بطعم النجاح. فالوزارة الآن تخطو خطوات جيدة مع شركائها في تطوير في تطبيق نموذج التعليم الإلكتروني القادم بإذن الله أجمل. أكيد في معيقات، أكيد في بعض الصعوبات، لكن إحنا كنا أمل يعني للمهتمين في التعليم الإلكتروني أنه بإذن الله الوزارة وشركائها قادرين ب 2020 على الأقل في عمل نقل نوعية في مجال التعليم نحو التعليم الإلكتروني، والأهم من ذلك نشر ثقافة التعليم الإلكتروني. وهذا ما ينقصنا الفترة الحالية، أنه إحنا نعزز ثقافة التعليم الإلكتروني، نعزز عند المجتمع أنه في تعليم إلكتروني في تغيير قادم. لكن بإذن الله التغيير قادم، بإذن الله الناس اللي عايشين معنا اليوم ب 2020 راح يشعروا في فرق كبير في طريقة تقديم التعليم لأبنائنا الطلبة. طيب مهندس خضر، يعني في إن شاء الله في 2020 ما هيكون فيه كتب، هيكون يعني هذا الأمل، هذا الأمل وهذا متوقع. لكن هل هذا كافي؟ يعني أنا صارت الكتب موجودة عندي في آيباد، يعني بس عشان يعني تجارة الشنط تنتهي والطفل اللي يحمل أثقال تخف عنه الأثقال، يعني الكتب تحولت إلى الآيباد، ولا هذه واحدة فقط من ملامح التعلم؟ يا سلام، سؤال جميل. دائما إحنا بنحكي التقنية كبيرة ومفتوحة، فلما نحكي اليوم الكتاب سيلغى، لكن هل هو سيلغى بشكل كامل؟ هل هو المنظومة كاملة؟ لا طبعا، المنظومة متكاملة، المنظومة فيها العديد من التقنيات ومن أساليب التعليم. احنا اليوم ما بنحكي عن تقنية، احنا بنحكي عن تغيير في أسلوب تقديم التعليم، في الأسلوب التعليمي المتبع الآن. احنا بنتغير عن، بنتكلم عن التغيير في بعض الطرق التربوية في تقديم التعليم. انت بتحكي عن منظومة، ما بتتكلم عن جزء واحد. فالتغيير راح يكون من خلال منظومة متكاملة، جزء منها تغيير المناهج، جزء منها الأنظمة. اليوم ممكن أنا أستخدم نظام مع الطلاب بعد 3-4 سنين أجد أن الطلاب تمرسوا بشكل كامل، اكتسبوا الخبرة بشكل كامل، فأقفز فيهم قفزة لنظام آخر أو لا نيو تكنولوجي موجودة. يعني ممكن أضرب لك مثال، اليوم نسعى جاهدين لتوفير الواقع المعزز. الناس اليوم في الغرب شغالين على موضوع التعليم المعزز، لكن في بعض الأسئلة أو بعض الناس بتيجي تقول لك التعليم الإلكتروني لبعض التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية غير قادر على خدمتها. اليوم الغرب وصل للواقع المعزز، كنا في الأول نحكي عن الفيرتشوال رياليتي، اليوم واقع المعزز. فالتعليم الإلكتروني يتطور، راح يخدم بإذن الله كافة التخصصات، وإحنا مضطرين ومجبرين إنه نواكب هذا التطور. وهذا دورنا احنا متخصصين في التعليم الإلكتروني، ودور المسؤولين انه نواكب هذا التطور ونطبقه ونقدمه لابنائنا بابسط الطرق. انت تفضلت وذكرت نقطه مهمه جدا، وان شاء الله اعود لسؤالك عنها، وهي التخصصات التي يمكن للتعليم الإلكتروني ان يتناولها. يعني هل ممكن ان يكون الطب مثلا والهندسه وبعض التخصصات المهاريه العمليه أن يتبناها التعليم الإلكتروني، ولا سيكون هناك تخصصات محددة وليست بالضرورة كل التخصصات؟ أحد التخصصات الناجحة عندنا وأحد النماذج الناجحة اللي إحنا حتى في شبكة المجد نتشرف بأن نكون شركاء فيها هي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة آلاف الطلاب
يدرسون وتخرجوا بالفعل فيها، ومعنا مدير العلاقات العامة فيها فضيلة الشيخ سليمان الإحيدب. حياك الله شيخ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخوي الكريم علي، أشكركم على هذه الضيافة المباركة، والحقيقة كذلك أشكر ضيفك الكريم على حديثه السابق الجميل، وأشكركم والله حقيقة أنكم تستضيفون مثل هذه البرامج وتهتمون بها. الحقيقة في هذا الزمان نحتاج أن نوجه ونسلط برامجنا عن هذه المواضيع الجميلة. الله يبارك فيك، وأنتم عندكم جهد جميل جدا، أكيد جهود كثيرة، لكن اليوم تحديدا نتحدث عن التعليم والتعلم الإلكتروني، ولديكم تجربة نفتخر بها جميعا، وهي تجربة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. اللي يعرف قناة المجد جيدا يعرف أنكم شركاء ونحن شركاء معكم فيها منذ سنوات، لكن بشكل سريع وفي سطرين كذا، أين وصلت هذه الأكاديمية وماذا تقدم؟ بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الحديث على الأكاديمية المفتوحة يحتاج وقت طويل، لكن سنحاول أن نختصر هذا الموضوع في دقائق يسيرة، لعلنا أن نحاول أن نلم بأهم مواضيع هذه الأكاديمية المباركة. أولا، الأكاديمية الإسلامية المفتوحة انطلقت في عام 1425. انطلقت الأكاديمية المفتوحة كأكبر موقع متخصص في تدريس العلوم الشرعية على شبكة الإنترنت. تلخصت فكرة هذا الموضوع في جمع المتون العلمية وشروحها وتقريبها لطلاب العلم. وهي كذلك رفع الله قدركم كانت أول موقع لتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية. وكذلك هذه الأكاديمية انطلقت منها عدة مشاريع. هي أهم مشاريعها البناء العلمي وكذلك المقرأة الإلكترونية. ولنمر على هذه المشاريع بشكل إيجاز وسريع. بالنسبة للمقرأة الإلكترونية، هي فكرتها تعليم القرآن عن بعد ونقل الحلقات الاعتيادية التي تكون في المساجد إلى فصول إلكترونية لنصل لجميع الطلاب حول العالم، ونسهل لهم الطريقة ونسهل لهم كذلك حفظ كتاب الله عز وجل بمشائخ متقنين وضابطين لحفظ كتاب الله عز وجل. فلنجعل الأرقام تتكلم، ولغة الأرقام هي أسبق اللغات زي ما يقولون. يا سلام، متشوقون لذلك. الله يخليك يا حبيبنا. فبشكل سريع وإيجاز، أولا، عدد المسجلين في هذه المقرأة ولله الحمد تجاوز أكثر من 57,000 طالب مسجل. المقرأة لها 3 سنوات الآن تعمل، اللهم لك الحمد. في هذه 3 سنوات سجل أكثر من 57,000 طالب. عدد الخاتمين في هذه المقرأة 366 خاتم. أما بالنسبة لعدد الحلقات فهي 101، لكل حلقة ساعتين تقريبا يكون داخلها 40 طالب. أما عدد اللغات فهي 5 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإندونيسية. وكل لغة لها شيخ وكذلك معلمة تتقن هذه اللغة وتتحدث مع الطالبات والطلاب بهذه اللغات. شيخ واحد ومعلمة واحدة، وأنتم مع هذه الأرقام الضخمة؟ لا، عدد الحلقات 101. لكن الحلقات 101 لكل حلقة فيها تقريبا 40 طالب. بالنسبة لعدد المسمعين أسبوعيا، اللهم لك الحمد، يصل ل 16,000 مسمع أسبوعيا. ما شاء الله. وعدد يعني قراء الأمس، أن عندنا إحداثيات من دخل أراد أن يتأكد الموقع كذا يدخل يعني يبحث عن الأرقام بشكل تفصيلي وأكثر. مجرد يكتب مقرأة سيجد كل التفاصيل بالساعة. فعدد قراء أمس 2700 طالب، هؤلاء فقط الذين قرأوا أمس. وتمتاز الحلقة الإلكترونية أنها تعمل على مدار 22 ساعة. 22 ساعة بس؟ إيه 22 ساعة يومي، يعني على مدار 22 ساعة. طيب وين الساعتين الباقيات؟ الساعتين الباقيتين لو طلبوا أي طالب في هذا الوقت، هي 3 الفجر وربع الفجر، لو طلب أي طالب هذا الوقت وفرنا معلم مباشرة. ما شاء الله. فنحن ولله الحمد اختيار الحلقات تتلائم مع أوقات الطلاب. فنوعنا أوقات الطلاب لكي بحيث الطالب يختار أي وقت يريده. إذا اختار الطالب وفر المعلم بناء على اختيارات الطلاب. ما شاء الله. وهذا بشكل إيجاز بالنسبة للمقرأة الإلكترونية. وأحب أن أنبه أن المقرأة الإلكترونية عندما يريد المعلم أن يتقدم يشترط أن يكون متقن القراءة 10، وأقل الإيمان القراءة 7. لماذا هذه الشدة وهذه الضبط؟ لأن الطلاب يقرؤون حول العالم، فكل طالب يقرأ حول العالم. كم دولة يعني الآن تقريبا؟ 140 دولة حول العالم. 140 دولة. فالفصل واحد تجد فيه دول مختلفة، من بلجيكيا، من المملكة العربية السعودية، من دول مختلفة. طيب وماذا عن الرجال والنساء؟ عندنا حلقات خاصة للنساء
وحلقات خاصة للرجال وحلقات خاصة للأطفال. بالنسبة لحلقات خاصة للأطفال وضعنا برامج تلائم الأطفال ومعلمات متقنات التعامل مع الأطفال والتلقين وغير ذلك. ماذا عن الشهادات يا شيخ؟ بالنسبة للشهادات بشكل إيجابي وسريع، عندنا الطالب إذا أراد أن يختم ويأخذ شهادة يدخل عبر فصل إلكتروني، يكون الصوت بث فيديو وصورة ويتم اختبار الطالب من لجنة من المعلمين. وبعد ذلك يختبر في القرآن كاملا، بعد أن يتم اختباره يمنح شهادة من الجمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم. ما شاء الله، هذه معتمدة مثلا عند هذه هي للمعنى نعبه عن هذا الأمر، أن الجمعية الأكاديمية هي أول جمعية إلكترونية تعليم القرآن مصرحة في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله، فهي مصرحة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وهي معتمدة هذه الشهادة. ممتاز. من للطلاب. إذن حتى تحدي الاعتمادية والشهادات المحترمة والمعتمدة ما شاء الله عديتوا وتخطيتوا. الحمد المملكة العربية السعودية وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية ومعالي وزير الشيخ صالح الشيخ، يعني هم من ساعدنا في هذه الأمور وسهلوا لنا كثير من الأمور التي كانت تواجه الصعوبات، سهلوا لنا كثير اللهم لك الحمد. وهم يعني هم اللي أيدي الدافعة لهذه العجلة لكي تتحرك. الحمد لله، نحتاج إلى دعم كبير من أكبر المسؤولين حتى تنجح مثل هذه المشروعات وكل المشروعات الحديثة و الإلكترونية على سبيل المثال. في عجالة، معليش، أنا أعرف أنه مشروع البناء العلمي لا يقل عن المقرأة الإلكترونية، لكن ما بقي إلا القليل من الوقت، تفضل يا شيخ سليمان. طيب، بالنسبة للبناء العلمي بشكل إيجاز وسريع، البناء العلمي هي فكرته أن يجعل الطالب يدرس أساسيات المتون العلمية بحيث أن الطالب مجرد أن يتخرج فهو متقن وملم بأهم العلوم الشرعية لكل طالب علم يحتاجها. فعندنا البناء العلمي الآن هو مقسم على مرحلتين، لكل مرحلة سنتين. الطالب يدخل في هذه المرحلة ويكون له صفحة للطالب خاصة به، ويكون فيه مجدول لبعض المشايخ الكرام ومن هيئة التدريس. يدخل الطالب يستمع لحلقة المعلم لحلقة الشيخ الكريم، وبعد ذلك يكون إلكترونيا بشكل سريع ومباشر تنزل واجبات لهذا الدرس. يعني اليوم أخذ درس مثال في عمدة الأحكام، نهاية الدرس تنزل له واجب إلكتروني، يحل الواجب مباشرة ترتفع تنزل له درجات، خلال شهر ينزل له اختبار آخر مطول ومفصل عن هذا البرنامج، خلال 3 أشهر ينزل له اختبار عن المادة كاملة التي درسها المرحلة اللي درسها، وبناء على ذلك إذا اجتاز هذا الاختبار ينتقل للمرحلة الأخرى. وكذلك نجعل للطالب عشان يكون يحس باقتراب من الشيخ الكريم، نجعل له فصل إلكتروني يدخل فيه الشيخ الكريم ويبدأ مباشرة يسأل الطلاب ويستقبل أسئلتهم بشكل مباشر، الطلاب يستمعون له والمعلم يستمع والشيخ الكريم يستمع لطلابه. يا سلام. ومن مميزات البناء العلمي الكبيرة، أولا بشكل إيجاز، أنها تضم لك الحمد أكثر من 150 دولة حول العالم. ما شاء الله. وعدد الطلاب اللي التحقوا في هذا البرنامج من بدايته أكثر من 172 ألف طالب التحق في هذا البرنامج. أما سنتحدث عن، وهذا موضوع كبير يتميز به البناء العلمي بشكل كبير ومميز، هيئة التدريس. اللهم لك الحمد، هيئة التدريس تضم عدد من المشايخ المعتبرين في المملكة العربية السعودية، منهم جزء من هيئة كبار العلماء. ما شاء الله. مثلا معالي الشيخ صالح الفوزان، ومعالي الشيخ سعد الشتري، ومعالي الشيخ صالح بن حميد، وكل تواجدهم بشكل مباشر. تواجدهم، نعم، هم يسجلون الدروس وتبث للطلاب، وبعد ذلك إن شاء الله يكون فصل إلكتروني مباشرة بين الطلاب والشيخ الكريم. يا سلام يا سلام يا سلام. والله ودي أتحدث بلغات كثيرة بالأرقام والأعداد، وتتحدث عن قصص جميلة وعجيبة تتعجب منها للطلاب، كيف أنهم وصلنا لأماكن يعني لا يتوقع أحد أن يصل لهذا المكان. ما شاء الله. والله أنت شيخ سليمان فتحت شهيتنا لأن نتعرف أكثر ونقترب أكثر منكم، لأن مثل هذه المشاريع هي فعلا المشاريع التي تثلج الصدر وتحفزنا على أن احنا يعني نتبنى هذا النموذج من التعليم والتعلم الإلكتروني. أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق على أرض الواقع التقليدي، لكن اسمح لي أن يكون هذا إن شاء الله في فرصة قريبة بكم وعبر نافذة أخرى من نوافذ شبكة المجد. جزاكم الله خير، أشكركم، بس كان لدي رسالة يسيرة، أشكر أصحاب الأيادي البيضاء، هذا العمل لم يقم إلا بأيادي بيضاء مثل معالي الوزير الشيخ صالح الشيخ والشيخ الدكتور راشد الزهراني وكثير من الطاقم الذين عملوا على هذا البرنامج. وأحب أن أنبه أن هذا البرنامج التقني أنشئ من الألف إلى الياء
كلها عن طريق الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ما شاء الله. لم نكن ببرامج أخرى أو تعاون، بل أنشئ البرنامج من تقنيين ومبرمجين كلهم تحت نطاق الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ما شاء الله. أشكركم، أشكركم على حسن الضيافة، وحقيقة إن شاء الله سنكون لنا لقاءات متقدمة إذا أتمنى المجد ما شاء الله يعني من القنوات الداعمة لهذه البرامج. والشرف لك بذلك. فضل كبير حقيقة في نشر هذه العلوم الشرعية، أشكركم من القلب، جزاكم الله خير. الله يشكر لك ويجزاك خير. الشيخ سليمان الحيدب مدير العلاقات العامة في هذا الصرح العظيم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يعني شيء جميل صراحة، نموذج مذهل. يعني إذا في لي تعليق، نموذج مثالي، نموذج يعني تحدى تحديات التعليم الإلكتروني نفسها في التطبيق صراحة، ربما من أكبر تحديات التعليم الإلكتروني اللي هو تبني الفكرة بحد ذاتها. فالإخوان فراك أنت الآن دخلت في محور من المحاور الأخيرة عندنا، وهي التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني. أنت تفضلت وذكرت التبني، وكذلك خذ معك مسألة الاعتمادية والشهادات، لأنه يعني إحنا ممكن أتعلم إلكترونيا ومبسوط وكل شيء، بس ما حد يقبلني بأي مؤسسة. جميل جدا، فكلام الشيخ كان رائع، نموذج مثالي لكسر كل التحديات الموجودة لمقاومتها. وهذا يعني إحنا ممكن نأخذ كلام الشيخ محفز للآخرين أنه يعني قادرين على تطبيق تعليم إلكتروني ناجح بطريقة مثالية وصحيحة. لكن لو لاحظت من كلام الشيخ طريقة التطبيق، طريقة توليفة وبناء الأكاديمية، راح تلاحظ أنه بداية تبنوا الفكرة، اجتهدوا على هذه الفكرة، اجتهدوا على اعتمادها، هذا أولا. اثنين، وهي مهمة جدا، وهذا كثير من المنشآت التعليمية خاصة تقع في هذه الإشكالية، أنه حدد المطلوب وحدد الاحتياج. فبالتالي لو تلاحظ من كلامه أدواته اللي استخدمها أدوات محددة قادر على تحقيق الهدف، وهذا هو الصحيح، بعكس بقية المنشآت اللي تفتح النظام على مصراعي ويلا يا متلقي استخدم ما شئت. لا فيضيعني. يا سلام عليك. حير وخير. حير وخير. واحدة من التحديات اللي أوجدها أو أوجدوا لها حل في الأكاديمية اللي هي إحنا بنسميها الإنتاجية. أيوة. والكفاءة. الآن من خلال كلامه في ناس متخصصين في تقديم المادة العلمية، في إنتاج للمادة العلمية، سواء كان من خلال الفصول الافتراضية أو من خلال وجود بعض الواجبات والاختبارات الموجودة. لاحظ من كلامه في شيء عندنا بنسميه الانجيجمنت أو إشراك الطالب وتحفيزه، بحيث يكون الطالب هذا متحفز للمادة العلمية. هذا الشيء من خلال المادة العلمية الموجودة والمطروحة عنده. طيب مهندس خضر، أنا ما بقي معي إلا دقيقتين ثلاثة، احنا شفنا نموذج لي يعني نوع من التخصصات اللي هو نوع العلوم الشرعيه والنوع عموما العلوم النظريه. نعم صحيح. هل التعليم الالكتروني ممكن ان يشمل تخصصات مهاريه وعمليه مثل الطب، مثل الهندسه، مثل التقنيات؟ نعم. مثل اي شيء ممكن يكون ملموس ويجب ان يكون ملموس. احنا بنحكي واقع، ما بنحكي خيال. أيوة. الواقع الان موجود، ربما مش موجود عندنا حاليا بشكله الكامل، لكن واقع موجود وملموس في الغرب. جميع التخصصات العلمية، التقنية، الإنسانية، التربوية بإمكانها أن تقدم عبر التعليم الإلكتروني باستخدام الأداة الصحيحة وترويجها بالشكل الصحيح للمستفيد. الآن الطب يقدم باستخدام التعليم الإلكتروني. معلش، الطب يحتاجون تشريح، يحتاجون جثث، يحتاجون دم، يحتاجون أشياء كثيرة، كيف هتكون هذه الإلكترونية؟ إحنا بنقول التعليم الإلكتروني هو مكونات متعددة وليس مكون واحد ولا مكونين. أيوة. عندنا النظام، عندنا المحتوى الإلكتروني. الآن ابحث على الإنترنت طريقة المحتوى الإلكتروني المقدمة، راح تلاقي محتوى إلكتروني جدا شيق. طبعا أجمل ما في التعليم الإلكتروني أن يكون المحتوى الإلكتروني تفاعلي، يتفاعل فيه المتلقي مع المادة العلمية. أيوة. فراح تلاحظ موجود أمثلة كثيرة على تعليم الطب. حتى الآن لو بتدخل على بعض المواقع بعطيك عملية كاملة من ألف إلى الياء وأنت تشارك فيها. أنت تركيب ركبة، جراحة قلب. الآن موجود. كيف تشارك فيها؟ أنت تشوفها، تشارك فيها، تستخدم الأدوات، بعطيك instructions أو تعليمات
انه يلا استخدم الاداه التاليه عشان تعمل كذا. حتى انا كمتلقي عادي لست متخصص بالطب ممكن اجري عمليه واتعلم كيف تصير العمليه. طبعا انا شفت نموذج جناسرك وانا شفت نموذج في الاوجمنتد رياليتي او الواقع المعزز تلبس نظاره وتظهر قدامك مثلا الجسم المريض وفيه توجيهات من الدكتور مباشره لك يقول لك اكشف على صدره اكشف على كذا، فكانك انت تتحرك وكانك ماسك السماعه وتكشف ويظهر اثر كشفك عليه بشكل مباشر. فربما هذا وهذا يعني هو الواقع المعزز مشكله كبيره، وهي مشكله وجود اصلا مرضى او يا سلام عليك. وهذا هو الجميل في الواقع المعزز، وهذا هو الفرق بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي كل شيء فيرتشوالايز عبر التقنيه او عبر الجهاز او عبر الحاسب، يفصلك عن العالم تماما. بينما الواقع المعزز او يجد لك المكون او الجسم، خلينا نحكي لو بنحكي عن الطب، امامك وانت كانك تتعامل مع مريض وتتفاعل معه. جميل. لكن طيب باختصار اخيرا اخيرا دكتور مهندس خضر، يبقى عندنا تحدي كبير جدا. انا ماشي عجبني هالكلام ورائع جدا وهروح مباشره اخش في اي تخصص من التخصصات واتعلم الكترونيا، ثم ساخذ الشهاده واكون مبسوط جدا اروح اقدم فيها في اي مكان، لا احد هنا يقبل الشهادة ولا يحترمها كما يحترم شهادة التعليم التقليدي. صحيح، هذا هو الواقع اللي حتى الآن اللي نسعى جميعا أنه نجد اعتمادية في وطننا العربي للمجتاز للدراسة عبر التعليم الإلكتروني، تعتمد كاعتماد الشهادة الجامعية. هو برا بيعتمد كاعتماد؟ اعتماد طبعا الخارج اعتماد كامل؟ اعتماد كامل، في بعض الجامعات تعتمد الدراسة عن بعد اعتماد كامل. الآن الجامعة الإلكترونية تؤسس لهذه النواة من خلال فعليا الطالب يدرس عن بعد، يشارك في بعض المحاضرات الاختبارات والواجبات. عندنا في المملكة جامعات كثيرة تقدم التعليم عن بعد، لكن الاختبارات والواجبات يجب أن تعقد داخل الجامعة. يعني ما هو تعليم عن بعد كامل 100%، لكن الاختبارات والاختبارات فعليا تحديدا يجب أن تعقد خلال قاعة صفية. البداية موجودة، الأساس عندنا موجود، لكن يبقى الاعتماد الرسمي أنها تكون العملية كاملة هي عن طريق التعليم الإلكتروني وليس فقط عقد الاختبارات في أماكن. وهذا طموح الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يحقق يعني قريب إن شاء الله. إحنا شفنا نماذج وطموحنا كبير، والنماذج الواقعية تقربنا إلى هذا الطموح. شكرا لك المهندس خضر العبسي، مدير مشروع التعليم الإلكتروني بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة وقد أبدعت في هذا اللقاء. شكرا لكم، وأنا لي الشرف الكبير أن أظهر عبر قناتكم، وإن شاء الله نقدمنا شيء يفيد الجمهور العظيم اللي بيشاهدنا إن شاء بالتأكيد. الله شكرا لك، وشكرا للجمهور العظيم وللفريق الجميل الذي عدى لكم هذه الحلقة، الأستاذ سعد الأسمري والأستاذ عبد العزيز العواجي، وللمخرج الكريم الأستاذ أشرف السيسي. طابت لياليكم وبوركت أيامكم، والسلام عليكم. نتعلم نخطو نتقدم، نتعلم نخطو نتقدم، وننير الدرب إذا أغلب. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم، ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال وعلم. ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم، ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم، بالعلم فهيا نتعلم. نتعلم نخطو نتقدم، وننير الدرب إذا أغلب. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم